قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. والجارديا كانوا تشرشر يا مركانو مصوتر. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا الكرام جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة خوتي، معكم خوكم شرف الدين. في هذا الفيديو يا خوتي رح نحكيو عن أول رد لهذه الصحفية المروكية بعد ما عطاها ذاك الجزائري بدماغ بعد ما جاتها الضربة القاضية من عند الجزائري. ورانا قلنا لك يا المروكية الخانزة باللي كي خلطتي في الجزائريين والجزائري انساي باش يسمح في حقه، انساي في بالك الجزائري كيما المغربي اوه لا لا كي غالطة يا الأخت، لأنه الجزائري عنده حاجة انتم ما عندكمش، الجزائري عنده النيف، على جال النيف داعي وصدقني يدير كلش، ما تكسريش راسك كامل، يخرج لك حتى في دارك ويعطيك تريحة نورمال، ما تفهميش كيف خرج لك الجزائري. أنا أفتخر بأني جزائري والحمد لله أن الجنسية تاعي جزائرية ماشي مروكية، ما نبوسش اليدين في 2022 يا خوتي، ما زالوا يبوسوا في اليدين، نعم يا إخوتي الكرام. المهم قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة خوتي وصلوا 4000 5000 لايك في زكارة في كل الحاقدين على المنتخب الوطني الجزائري، وزكارة في هذه المروكية يا خوتي اللي عطوها طريحة اليوم نشبع عليها ضحك لأنه كالعادة هذه المرة ما خرجتش في فيديو تضحك على الجزائريين وإنما خرجت في فيديو يضحك الجزائريين، فهمتوا يا إخوتي؟ ضحك الجزائريين راهي تحكي مسكينة وتشكي كيفها ضربوها وكيف عطوها تريحة بلا ما فاخت كامل ولا ما على بلاش كامل، وشي هو السبب يا إخوتي الكرام؟ ليسونسيال جاتها تريحة من حيث لا تعلم من الأخر. راح نشوفوا الفيديو كيف كيف خاوتي، وما تنساوش ضحكوا عليها في التعليقات يا خاوتي. يا انا بقى ما فهمتش الفيديو تبارك الله عليه صحيح، من تما انا ما بقيتش عاقل على راسي لانني حتى فقدت لقيت راسي في الارض والزملاء دي الان انا بقى ما فهمتش علاش، وكيضربني بيدو على وجهي بالتليفون اللي ارتطم على وجهي واحد القوه لانه تبارك الله الجسم ديالو كما كنشوف الفيديو تبارك الله عليه صحيح، من تما انا ضربها في وجهها بواحد القوه يا خاوتي كيما القوه اللي مركها بها بليلي الهدف تاعو العالمي في شباك المراركه من تما انا ما بقيتش عاقل على راسي لانني حتى فقدت لقيت راسي في الارض والزملاء مجموعين عليا. شفتي كيفاه؟ هذا جزاء كل واحد مغربي ينوي يخلط في الجزائريين، ينوي فقط يخلط في الجزائريين، تجيه الضربه في عقر داره ما يفيقش منين تجيه الضربه، ليسونسيال جزائري يرد حقه. انتي خلطتي في الجزائريين وانتي تقولي ما فهمتش علاش، باينه علاش باينه، لانك انتي خلطتي في الجزائري اللي ما يرونديش، الجزائري ما يسمحش في حقه، انسايها هذه، حتى لو كانت تكوني في ما على باليش وين في الفضاء نلحقوك احنا الجزائريين. ياهو انتي خلطتي فينا فتحملي المسؤوليه تاعك، كان على بالك باللي راح نلحقوك، كان على بالك باللي احنا ما ناش مراركه ولا توانسه، احنا ما نسمحوش من الاخر هذه هي. وكما راكم تشوفوا يا خاوتي وجهها راهو فازت كامل، لانه امام الجزائري يضرب غايه فاهمين هذاك النهار يا خاوتي كي خرجنا وكي خسرنا المباراه تاع كوديفوار خرجت هي فرحانه مع واحد من هذوك الشيء من هذوك النوع يا خاوتي، وحالتها حاله وفرحانه كشغل هما داو الكاس، من بعد كي عطاوها طريحه تقول لك كيفاه، باينه يمدوا لك طريحه يا الاخت، ما تكسريش كامل راسك، الجزائري ميرونديش من الاخر. الان اخوتي الكرام راح نروحوا لجزائري اخر يقصف هذه الخامجة ما خلالها والو يا خوتي، يقصف جميع واحد مغربي حبي يقيس الجزائر بكلمة ولا حبي يقيس الجزائر بحاجة، خصوصا هذيك القضية البنان يا خوتي يا. وهذا وخضار يا اخوتي الكرام، نشوفوا الفيديو كيف كيف خوتي، اسمعوا مليح خوتي. السلام عليكم، هذا ميساج لخوتنا المغاربة، ماشي كامل المغاربة راه حاشا، كاين المغاربة يحبونا ونحبوهم ونعزوهم وراهم فوق لسانا وفي قلوبنا، هذا ميساج للناس اللي تضحك على الجزائر، انتم ما فرقتوش ما تعرفوش تفرقوا بين السياسة وكرة القدم.
عندك الحق أخي، ما يعرفوش يفرقوا بين السياسة وكرة القدم. في إيماجينيو يا خوتي في تحليل تاع كرة القدم يدخل لك البنان سلاطة عادي جدا، ما مراض مراض مهابل وخلاص. احنا كي ربحناكم فرحنا على جال بلادنا، ماشي كسرتو انتم، وانتم كون ربحتونا تفرحوا على جال بلادكم، هذه لوجيكمو. مي باش تفرح كي خسرت الجزائر مع الكوت ديفوار، هنا كاينه انا واخواتها وفرحتوا، روح الله يسهل عليك تبان المعدن تاعك انت ماشي نظيف. المغاربه هذو اللي كانوا يضحكوا علينا، المعدن تاعكم ماشي نظيف، تضحك معليش وباش دخل البنان في كره القدم. دوك انت هنا فهمني، تتحوس البنان، هاو البنان، هاو البنان، شوفوا البنان، تعال تضحك تعير في الشعب وتقولهم ماشي عندهم البنان ولا الشعب تاع الجزائر عنده البنان، كاين البنان في الجزائر يا بني ادم. تخصك البنان ارواح تشبع بنان وتحب تاكل التمر، ارواح نبح ذاك عند البلدين والواتسوف تشبع تمر ثانيك. لا تضحك على الشعب تاع الجزائر، لا الطحان، الطحان اللي في الجزائر خير من الراجل اللي فيكم. با 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 هذه الكلمة يا جدك ما خلى لهم والو. شكرا اخي على هذه الكلمة. شو المغاربة تاع الصح هذه نجيبها لكم من التالي، انتم طايقين البغلة هذيك تاع قناة شوف نيفي ولا شوف تيفي ولا ما نعرفش اسمها، تخرج على الستة تاع الصبح باش تخرج الناس ويضحكوا. هذيك البغلة هذيك والحمير اللي راهم يضحكوا على الشعب تاع الجزائر، انتم ما تسواوش، انتم تضحكوا على الكبرانة تاع الجزائر، الكبرانة تاع الجزائر خليهم معليش، الكبرانة تاع الجزائر ما جابوناش اسرائيل للبلاد، فهمت؟ هاي الهدرة، هاي الهدرة تاع الجزائري، شتو احنا كيف نردوا عليكم؟ بعقلنا نردوا في صلب الموضوع، ما نخرجوش عن النطاق، انتوما مراض بينا وخلاص. انتوما تعرفوهم لي جينيرال تاعنا كاع، انا والله ما نعرف واحد فيكم، ما نعرف لا محمد السابع هذا ولا السادس ولا الملك تاعكم هذاك اللي تنوضوا تضلوا تحسلوا في يدو، رايح كروازي، ما عرفناه لا رايح في المرأة ولا رايح في الراجل، مازال ما بانش هذه الساعة. المهم خاوتنا المغاربة، حاش الناس الملاح اللي يحبونا مغاربة، قلت لكم ماليش نهضروا على مغاربة كيما انتم تهضروا تقولوا كاع الجزائر، احنا كاين مغاربة يحبونا ونحبوهم ورجالة. هذا موجه الميساج للناس اللي تضل تضحك على الشعب تاع الجزائر، خصك البنان، هاو كاين البنان، ها تاكل البنان اللي يمشي على كرشو، غير الحنش، الحنش هو اللي يمشي على كرشو. والسلام عليكم. شفتوا اخوتي الكرام، حقيقة رد في المستوى من هذا الجزائري، ما خلى لهم والو، قال كلش، قالهم انتوما مراض بالجزائر من الاخر. في مباراة كرة قدم يا اخوتي الكرام يتكلموا على البنان، ما فهمتش، رغم ان البنان في الجزائر كاين غير هو يا اخوتي، والله غير البنان كاين بارتو، بصح لهما لا لا حابين شغل يقلبوا البنان حاجة عزيزة وحاجة مقدسة، يا وعدنا البنان، عندنا الغاز، عندنا كلش، حنا الجزائر. شوفوا حاجة اخرى باش تضحكوا عليها علينا، مالقري على بالي ما راحش تلقاو يا المراركة، لأنه انتوما أسوأ منا بألف ألف خطرة، خصوصا انتوما مازلتوا تبوسوا اليدين في 2022، نهار تنحيوا البوسان تاع اليدين فما تقدروا باش تقارنوا أنفسكم بالجزائر، فهمتوا؟ المهم إخوتي الكرام، خليونا رأيكم في التعليقات، ردوا على هذيك الصحفية ما تخليوا لوالو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.